السلام عليكم ورحمة الله، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا في الفيديو اللي فات احنا عرفنا طبعا هننظف الشابلونة ازاي، هنيجي على المرحلة اللي بعد كده وهو في درس النهاردة ازاي ان احنا نسحب الحساس على الشابلونة بالطريقة الصح. وطبعا خليكم معايا في الدرس النهاردة، هعلمكم ازاي تسحبوا الحساس على الشابلونة بالظبط وبالطريقة الصحيحة، بس خليكم معايا ويلا بينا. ورجعت لكم تاني، وفي درس النهاردة هعلمكم ازاي تسحبوا الحساس على الشابلونة. الشابلونة طبعا في درس عملناه في البداية ازاي تنظف الشابلونة الاول من الرواسب اللي هي بتبقى عليها والوساخة او الانسداد، او في حاجة اسمها بتسمى زفارة، بيبقى في زفارة مكان الحساس القديم اللي احنا نزلناه، بيبقى مثلا بيبقى في حساس قديم على الشابلونة وبيسد فتحات بتاع الحرير اللي احنا شايفينه ده. فاحنا في درس النهارده هقول لكم ازاي بعد ما ظبطنا الشابلونه بقى وغسلناها، هنيجي دلوقتي ان احنا نسحب الحساس. طريقه سحب الحساس على الشابلونه، هنيجي الاول هيبقى مجهزين الحساس في علبه تانية خالص، طبعا مش دي بتبقى العلبه بتاع الحساس، بتبقى علبه كبيره زي اللي احنا شايفينها كده، بس انا لازم انقلها في علبه صغيره زي كده وبنحطها في التلاجة. لما بتيجي تحط الحساس في التلاجة بيبقى صلاحيته ممكن تديها من اول 6 شهور كده لسنه او سنه وشويه. ما تسيبش الحساس بره التلاجة، لازم تسيب الحساس جوه التلاجة عشان يحافظ على الحساس، وتكون في علبة كاتمة زي ديت، ما تحطش حساس في علبة شفافة. هنيجي دلوقتي ان احنا عايزين نسحب الحساس على الشابلونة عشان نبتدي ان احنا نعرف ازاي الحساس ده بيسحب على الشابلونة دي. وطبعا هيبقى مجهزين جنبنا استشوار زي ما احنا عارفين، واي بطاقة بقى، يعني اي بطاقة او مسطرة، في المساطر اللي هي بتاع الاطفال ديت، اي حاجه ما تكونش حاده، يعني البطاقه عشان لينه في ايديا اهيت، فانا هسحب بيها عادي عشان الحرير دوت بيبقى ما يعني بيبقى زي القماش بالظبط عشان ما يتقطعش معايا. فاحنا عرفنا دلوقتي ان احنا نجهز اي بطاقه او اي كارت اللي هو بتاع الخطوط دوت، وهنبتدي دلوقتي هنتعلم ازاي نسحب الحساس على الشابلونه. هنيجي نفتح العلبه اهوت، هنيجي الاول قبل ما تضيف الحساس، طبعا انا كنت دلوقتي هضيف الحساس بس طبعا هنتعلم الصح، وانا طبعا دلوقتي انا معودكم على الصح من البدايه. هنيجي دلوقتي نجهز اي حاجه جنبنا نقلب بيها، اذا كانت بقى مثلا حديده خشبه، بس ما تكونش خشبه بايظه عشان ما يجيش حاجه في الحساس تبوظه، لازم اي حاجه نظيفه، يعني زي اللي انتم شايفينها دي كان مفك بايظ عندي، فانا خدته ايه قلت استعمله في حاجه تانية. طبعا دوت نظيفه اهيت، كنت بقلب بينها حساس تاني بس انا طبعا منضفها، يعني قبل ما اقلب الحساس ده. هنيجي نقلب اهوت، طبعا سحب الحساس بيبقى في لازم يبقى بدق خفيف، بس طبعا انا سايب الدق عادي عشان التصوير لازم تشوفوه. انا كنت مصور فيديو قبل كده في الضلمه، بس في ناس يعني بتقول احنا مش شايفين قوي، فانا برضو قلت ايه يعني اصور لكم فيديو بطريقة سحب الحساس ويكون في إضاءة عادي، الإضاءة ممكن ما تأثرش قوي، يعني عشان إيه هنشتغل بسرعة دلوقتي وأعلمكم إزاي الحساس بيتعمل على الشابلونة. هنيجي بعد ما قلبناه أهوت هنيجي على الوش دوت، محدش يجي يرمي على الوش اللي هو من جوه ده، هنيجي نرمي أهوت حاجة خفيفة كده، يعني بص ما تكترش زي ما انتوا شايفين اهو، يبقى خط بسيط كده ونيجي نسحبه على الشابلونة بالطريقة دي. خليك معايا، تنايم ايدك، خلي ايدك نايمه كده واسحب، بص زي ما انت شايف اهو، بص يا ريت تخلوا بالكم انا بسحب الحساس ازاي، بص خلي ايدك نايمه، ما تخليش ايدك واقفه كده وتسحب، لا خلي ايدك نايمه واسحب، ولازم ايدك تبقى سريعه. هتيجي على اللمة التانية وتلم اهو، طبعا هو عشان الحساس بيعدي من اللمة التانية الشبنة بتبقى مفتوحة، نيجي نسحب اهو، لازم تبقى ماشي معاها جنب، يعني الخط جنب الخط جنب الخط كده، ما تسحبش كده وتيجي تسحب هنا، لا غلط، لازم تسحب كده وتيجي تعمل كده تفضل اللي هو على الكارت ده اهو، هتلاقي كله بيلم بعض. نرجع اليمة التانية تاني اهو اهو، تخلوا بالكم وتمشوا معايا خطوة بخطوة. هنيجي بقى احنا بعد ما سحبنا الحتتين اللي هم قصاد بعض عشان ما نرميش حساس كتير، فيتفضل شوية صغيرين، هتيجي جنب العلبة كدهوت اهو بتفضيه تاني اهو،
شوية اللي هما الزيادة بترجعهم تاني. وهنيجي بقى نلم اللوتر ديت كده، نيجي نسحب كده اهو ونقفل كله، ما نسيبش حاجة مفتوحة خالص عشان لما نيجي نتعلم ازاي نطبع مفيش حبر يعدي اهو. هنيجي اللمة التانية لازم تلم بقى، والزيادات نرجعها. خليك معايا عشان توفر، بس لو واخدين بالكم الحساس كله اتفرد على الشابلونه. بص ميه واحده اهو اهو. طبعا دي اخر حاجه هنعملها، لو خدتوا بالكم الحساس كله ميه واحده، مفيش حاجه مفرقه ولا في حاجه مفتوحه. هنيجي دلوقتي بعد ما سحبنا الحساس كل اللي علينا، هنيجي نجيب الاستشوار وهنشغله على السخن، بس مش السخن قوي زي ما انا قايل لكم، عشان الحرير ما يتاثرش بالسخونيه ديت ويبوظ. هنيجي نشغل نمشي على الشغلانه واحده واحده، ما حدش يصغر البتاع كده ويسيبه عشان الحرير ما يبوظش. لازم يكون ده ماشي كده معاك لما تيجي تقلبه اهو، لازم تمشي معاه كده واحدة واحدة، بتحس إن هو بيدفي مع راسه. لو أنت واخد بالك النوعية بتاعته بتروح، نيجي نقلب تاني عشان يمشي كله معانا. واخدين بالكم من الناس كلها بتروح تغير في اللبس خالص. لازم يعني أول ما الحساس ده يمشي تحس إن هو اللمعية بتاعته كلها راحت، تبقى كده مش خالص. كده احنا خلصنا اهوت الشابلونه، لو انتوا واخدين بالكم كلها نشفت اهيت. بس طبعا لو انتوا ملاحظين انا اول ما قلبت كده اهو في حاجات فوق، يعني تحس ان هي على طرف الخشب مش ناشفه. فاحنا لو عايزين ننشفها هتعمل ايه بقى؟ مش بالاستشوار وهتنشفها عشان مش هتنشف معاك خالص. هتجيب حته قطن صغيره، تمام، هتكون مجهز حته قطن اهوت، وهنيجي نروح جايين ماشيين عليه كده اهو. بص اهي اللي هي عند الخشبة مش عند الحرير، أبص عند الحتت اللي هي متدبسة، هتيجي تمشي عليه كده أهو أهو، يا دوب بس إيه هتنشف حاجة بسيطة أهي. طبعا هي شالت معايا الزيادات أهوت، وهنيجي بالاستشوار تاني ونمشي عليها كده، يعني إنها هنشفها حاجة بسيطة بس. طبعا كده الشبلونة خلصت معايا أهيت. طبعا احنا دلوقتي عرفنا ان احنا ازاي نسحب الحساس ده على الشابلونه. طبعا انا بعرفكم حاجه بالتفصيل، وفي الدرس اللي جاي باذن الله انا هقول لكم بقى ازاي ان احنا ننقل التصميم دوت، تصميم اي تصميم انت عامله على ورق شفاف زي ده. وطبعا في درس انا عامله ازاي تعمل ورق شفاف دوت وازاي تصممه على الكمبيوتر وتطلعه بنسبه الاسمر دوت 100% اللي هي الطباعه، وايه نوع الطبعه اللي انت هتستخدمها. وانتظروني في الدرس اللي جاي بإذن الله، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.